يستعد لبنان لفتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سوريا بعد سنوات من سياسة النأي بالنفس وتباين الآراء حول كيفية تطبيقها ووجوب تحييد التجارة والاقتصاد عن الأمن والسياسة. وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر أعلن عن لقاء قريب سيجمعه بنظيره السوري لاستكمال المباحثات وتفعيل الاتفاقيات وفتح المعابر بين سوريا ولبنان، علما أن إقفال المعابر منذ 4 سنوات تقريبا أدى إلى أزمة في التصدير وتكاليف إضافية باهظة على الدولة اللبنانية والمصدرين الذين اعتمدوا البحر والجو بديلا ما زاد التكاليف. في هذا الحوار الاقتصادي سنضيء على أهمية عودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها بين البلدين الجارين، ونسأل ما الأولويات، كيف يمكن ضبط الحدود ووقف التهريب، وكيف يمكن تحييد المصالح الاقتصادية عن الخلافات السياسية. هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا المهندس الزراعي والخبير في التنمية الريفية الأستاذ صلاح صغيب. أهلا بك. أهلا فيك، شكرا. بداية، هل يمكن أن تحدد لنا حجم الخسائر الناجمة عن إقفال الحدود؟ يعني ما الأضرار التي لحقت بالمزارعين وبالصادرات الزراعية بالأرقام إذا أمكن؟ طبعا الخسائر كبيرة جدا، ولكن عندنا مشكلة كبيرة بلبنان هو موضوع الرقم. الرقم في لبنان هو وجهة نظر وليس رقما علميا مبنيا على دراسات موضوعية. فقيمة الصادرات هو رقم يعني ليس دقيقا بالحد الأدنى، ولكن كميات الصادرات هي الأكثر إذا بدك طبقا للواقع. ففينا نحكي عن أرقام الصادرات بالوزن، ولكن ما فينا نحكي كثير عن خسائر المادية على هذه الصادرات، لأنه ولو تقريبية، لأن مصدر معلومات المراكز الدراسات وتحديد والجمارك اللبنانية هو الشركات. عندما تسعر بضاعة معينة تبلغ السلطات اللبنانية وتالي مراكز الدراسات بأسعار هذه البضاعة، وأنت تعلمين وضع الشركات اللبنانية تحديدا في موضوع التسعير. ففي عندنا شك كتير كبير بموضوع قيمة هذه الصادرات أو قيمة هذه الواردات، ولكن عندنا شكوك أقل بكثير على مستوى كمية الصادرات وكمية الواردات. طيب لنتحدث بالكميات، طالما بالكميات هذا متاح. هلا الموضوع هو أنه بالعلاقة مع سوريا في عندنا، بدنا نذكر شوي صغيرة بكتاب الجغرافيا الصف الخامس، بأنه لبنان على حدود الشمالية والشرقية هي سوريا، على الجنوبية هي فلسطين والبحر. هذه الجغرافيا السياسية بتأثر على كل النواحي الاقتصادية والسياسية للبلدان المجاورة من ضمن لبنان. العلاقة اللبنانية السورية كانت دائما ميالة إلى التعاون والانفتاح والتسهيلات من الجانب السوري ومن الجانب اللبناني على كافة المستويات، إلى أن بدأت الأزمة السورية بال2011، وتحديدا موضوع الذي حصل هو موضوع النازحين السوريين إلى لبنان الذي لهم آثار إيجابية على الاقتصاد اللبناني، وكما تشير كل الدراسات. نعم، سنتحدث عنها لاحقا ولا سيما في قطاع الزراعة، ولكن في الموضوع الزراعي هناك معبر نصيب السوري الأردني الذي اسمه نصيب من جهة سوريا واسمه جابر من جهة الأردن. فهذا المعبر كان هو العمود الفقري لصادرات لبنان الزراعية، وتحديدا في الفاكهة والخضار الطازجة إلى أسواق الدول العربية كاملة. شو اللي حصل؟ اللي حصل أنه هذا المعبر سكر بشكل كامل منذ نيسان 2015. من 2011 ل 2015 كان هذا المعبر يفتح أحيانا، يسكر أحيانا أخرى، يفتح للمسافرين يرجع يسكر على البضائع والعكس. وبالتالي الأرقام ما بين 2011 و 2015 هي أرقام عرضة للنقاش، يعني كل واحد ممكن يفسرها بحسب ما يريد أن يخدم. إنما بنيسان 2015 سكر هذا المعبر بشكل نهائي وبينت الأرقام بالشكل التالي. نعم، ما كانت الأرقام؟ الأرقام كانت موجودة على بعض المواقع الإلكترونية واختفت فجأة. لماذا؟ ما عندي فكرة، لأنه last access يعني شفتها أنا مبارح، كان فيها أرقام أكثر من هيك بكتير
ما عادت موجودة على هذه المواقع. بحسب مركز الإحصاءات الوطني اللبناني كاس بال2010 اللي هو آخر سنة ما قبل الأزمة السورية 2011، كانت مجموع الصادرات من البلانت أوريجين، من اللي من مصدرها مصدر نباتي، نعم، هي كانت 620 ألف طن. أوكي، معظم هذه 620 ألف طن كان يمر عبر هذا المعبر في كميات قليلة جدا لا تذكر، يعني أنا أقول مش أكثر من 1000 طن كانت تمرق عبر معابر أخرى. 620 ألف طن هذا في سنة 2010. شو حصل من بعد تسكير المعبر؟ تركت سنوات 2012 و13 و14 لأنه الأثر منه كتير كبير بهذه السنوات، لأنه المعبر كان عم يفتح ويسكر. فكان بال2013 هو 567 ألف طن، بعدين 556 ألف طن، بعدين بال2015 لما سكر المعبر منزل فجأة ل384 ألف طن، بعدين منزل ل375 ألف طن، بال2017 هي 154 ألف طن. وبالتالي قيمة الصادرات هلأ اللي موجودة هي ليست عبر المعبر البري للبنان عبر سوريا، هي عبر المعابر كلها الأخرى، إن كان طائرات ولا شحن بحري. وهي أعلى كلفة بطبيعة الحال، أعلى بكلفة بكتير. يكفي أن نعلم بس هيك مقاربة، حتى مدتها أعتقد أنها أطول، يعني مدة وصول البضاعة من المنتج إلى المستهلك تماماً. إلى الدولة المستهلكة تماما. يعني مثلا فينا نحكي عن المسافة بين بيروت والرياض، المسافة بين بيروت والرياض هي 1688 كيلومتر، كان تقطع الشحن البري من بيروت إلى الرياض أو من البقاع إلى الرياض بخلال 24 ساعة 36 ساعة بالحد الأقصى مع كافة الإجراءات الممكنة على الحدود. يعني أنت عمليا عم تطفي محصولك من لبنان بعد 24 ساعة ويصل طازجا إلى 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 الأسواق التقليدية للبنان. لما سكر هذا المعبر صرنا مضطرين انه نبعث بالبحر من بيروت الى خليج العقبه اللي هي مسافه 1145 كيلومتر، ومن ثم من خليج العقبه الى الرياض لحتى نقارن مع نفس المكان نفس السوق، بيرجع عندي بعدين 1542 كيلومتر من العقبه الى الرياض. يعني هذا الكلام شو بيعني؟ هذا الكلام انه انا كنت اقطع البضاعه 1688 كيلومتر ب 24 ساعة من بيروت إلى الرياض، هلأ صرت بدي أقطع 1145 كيلومتر زائد 1543 كيلومتر قبل الشحن البري لتصل المسافة إلى 2688 كيلومتر مسافة من بيروت إلى الرياض عبر البحر من بيروت إلى العقبة. هذا مما أدى إلى زيادة المسافة بحوالي 160%، مما زاد الوقت بنسبة 400%، لأنه هيدا الطريق في إجراءات حدودية أكثر، في صعوبات أكثر، في الطريق بده أكثر. الشحن البحري لحاله من بيروت إلى خليج العقبة بأحسن سيناريو ممكن مع أحسن شركات النقل هو بده يومين ونص. طيب الآن في ظل وجود نية على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي أيضا في كل من لبنان وسوريا لإعادة فتح الحدود وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها، كيف يجب ترتيب الأولويات ولا سيما من جانب الحكومة اللبنانية لكي تستعيد صادراتها الزراعية وبالتالي تستعيد يعني العائدات التي خسرتها، وليس فقط على المستوى الرسمي ولكن أيضا على مستوى التجار والمزارعين، الأولويات كيف ترتب؟ على عائدات الدولة اللبنانية من القطاع الزراعي هي معدومة. القطاع الزراعي لما بنحكي بعائدات القطاع الزراعي هي بنحكي عن المزارعين والتجار بشكل عائداته معدومة على خزينة الدولة، على خزينة الدولة. نعم. أوكي، وبالتالي هي عائدات الفقراء من اللبنانيين، لأنه من المعلوم أنه الفقر في لبنان هو مركز في الريف وتحديدا لدى العاملين من القطاع الزراعي. الفقر والأمية والآخرين مركز بنسب كتير عالية بحسب دراسة الـ UNDP حصلت سابقا، أنه الفقر مركز هناك. شو اللي عم يحصل؟
اللي عم يحصل انه اقفال هذا المعبر والارباكات التي تاتي منه عم تاثر بشكل مباشر ليس على ميزانيه الدوله اللبنانيه ولكن على وضع العائلات الفقيره في لبنان. وهون الموضوع الاساسي الرئيسي. والفقر بلبنان عم تزداد نسبه بنسب كثير عاليه، ارقام كثير جديده معنا بس في تقديرات عم بسمع ارقام 30 و32 و33% صار نسبه الفقر في لبنان. هلا هيدا الموضوع انا ما بشوفه بس من الناحيه السياسيه، انا بشوفه من ناحيه الجغرافيا السياسيه بغض النظر عن الاراء السياسيه للاطراف الداخليه. لا عفوا، عندما تحدثت عن الاولويات لم اقصد السياسه، اقصد تنمويا وعمليا تماماً. وسياسيا كيف تماماً. يجب ان تكون الاتفاقات تماماً. ما هي الاتفاقات التي يجب ربما اعاده النظر فيها؟ هل هناك حاجه الى اعاده جدوله بعض برامج العمل على مستوى وزاره الزراعه تماماً. او الاتفاقات مع المزارعين المحليين تماماً. يعني اقصد عمليا على الارض ماذا يجب ان يفعل لبنان ليتعافى هذا القطاع؟ نظريا يجب على لبنان ان يحافظ على مصالح ابنائه. نعم، كيف؟ كيف؟ انه بما انه نحن قلنا بالكتاب الجغرافيا الصف الخامس بانه لبنان محدود سوريا عندنا حدود مع لبنان بين الشرق والشمال، معناته انا بدي ساير هيدي الجغرافيا السياسيه وبدي احكي مع سوريا اوكي كوطن ودوله انه انا في عندي هذه البضائع الزراعيه اللي انا بدي اصدرها للعالم العربي عبر البوابه السوريه، انه تعالوا نشوف نحن كيف فينا نتعاون بهذا الموضوع لحتى نرجع نفتح الطريق ونغير من الارقام المنخفضه للصادرات اللبنانيه التي تطال الفقير اللبناني. وهذا الفقير اللبناني مسائبه بلبنان ولله الحمد انه ليس له طائفه اوكي الفقراء من كل الطوائف نعم. ومركزين بالبقاع كله يعني من شماله الى غربي الى جنوبه ومنطقه عكار، معناته الفقر موجود على كامل مساحه الطوائف اللبنانيه. طيب اللي لازم ينعمل انه لازم الدوله اللبنانيه تحدد مصالحها وتحكي مع السلطات السوريه ومع الدوله السوريه ومع الوطن السوري بانه نحن شو بنقدر نعمل لحتى نشجع موضوع هذه الصادرات الزراعيه الى لبنان، مما يخفف من العبء الاجتماعي والمالي تبع الدوله اللبنانيه تجاه فقراء لبنان. نعم. وبالتالي هذا موضوع لا يخاض بالجمله. نحن من هون بنحكي بنبلش نحكي عن الفاليو تشينز، فاليو تشينز مقصود فيه هو كل محصول لحاله. نعم، هل نترك هذا التفصيل لما بعد الفاصل اذا طبعاً. سمحت؟ طبعاً. اذا مشاهدينا فاصل قصير ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأهلا بك أستاذ صلاح صغيب. قبل الفاصل كنا نتحدث عن وجوب وضع خطة خاصة بكل منتج زراعي تمهيدا للنهوض بالقطاع الزراعي ككل. تفضل بالمتابعة، ما هي الخطة التي يجب وضعها لكل منتج؟ هو بالحقيقة الخطة هي لكل منتج هو تعبير بده شوي تدقيق. نحن لما بنحكي عن استراتيجية زراعية للبنان أوكي. واستراتيجية زراعية للبنان هي منا عبارة عن دراسة واحدة بنقطة معينة من الزمن وانتهينا حددنا استراتيجية زراعية للبنان. الأوضاع المحيطة بلبنان تتحرك بشكل دائم من الخارج، وأوضاع لبنان الداخلية تتحرك دائما من الداخل. فاستراتيجية عادة هي لازم تكون كائن حي يتحرك مع المعطيات التي تأتي من الخارج ومن الداخل بتعديلات معينة على السياسات. لما بنحدد هذه الاستراتيجيات يعني مثلا السؤال الأول، ماذا نريد من القطاع الزراعي في لبنان؟ هل نريد أن ننهيه ونتعاطى مع الأرض والتربة في لبنان على أساس عقاري ولا على أساس زراعي؟ هذا الموضوع انطرح منذ سنة 93 على بلبنان، أنه موضوع الأراضي في لبنان وترتيب الأراضي في لبنان وإلى آخره، أنه نحن من هذا لبنان كيف نشوف القطاع الزراعي، لدرجة أنه بعض خبراء الاقتصاد قالوا شفهيا أمامي مثلا أنه روحوا عملوا بهيدا السهل اللي بقى، روحوا عملوا ملاعب فوتبول بتطلعوا مصاري أكتر مثلا. هيدا لا يجرؤون على تدبين هكذا نصيحة يعني. لا هذا لحفرجيكي نمط هي تفتقد للرؤية نمط التفكير. طيب إذا موضوع الاستراتيجية الزراعية في لبنان، ماذا تريدون من هذا القطاع؟ لما بنحدد شو بدنا من هذا القطاع بنرتب استراتيجية لكل مفاصل هذا القطاع، إن كان من حيث الإنتاج
كان من حيث الدعم وإن كانت من حيث الاستيراد والتصدير. يعني نفهم منك أن هناك تقصير في التعاطي مع المزارعين تاريخيا منذ تأسيس دولة لبنان الكبير، وهذا الموضوع في تقصير خيالي وتقصير كتير كبير، رغم أنه لما انضم ربما هي عدم فهم لماهية هذا القطاع وما يمكن أن يمثل لناحية يعني دعم المزارعين. هذه إذا كانت النية صافية انه ما بيعرفوا. نعم. اوكي، لانه احيانا النوايا ما بتكون صافيه. نعم. احيانا بتكون النوايا انه بيعرفوا بس عن قصد ما بدهم يعملوا، وعندنا شواهد كثير على هذا المجال. بعطيك عن قصد يعني هناك مستفيدين، من المستفيد من تدمير القطاع الزراعي او اضعافه لنقول؟ كل من يرى في القطاع الزراعي عائق اقتصادي داخل البلد. يعني في عندك نظريات اقتصادية بلبنان، مع أنه القطاع الزراعي يمكن أن ينفع قطاع الصناعة أيضا فيما يتعلق بالصناعات الغذائية مبدئيا، هذا مبدئيا، هذا بشكل مبدئي. ولكن نحن بنعرف انه كم من المصانع الزراعيه التي اسست بالسنوات الاخيره راحت الى الخساره والى الاقفال. اوكي، الاقفال تماما. بعض اصحابها يقولون ليس فقط لان الدوله مهمله، ولكن هناك ضعف في ثقه الاجانب، اكانوا عرب ام غربيين، بالمنتج اللبناني، لان الدوله من ناحيه لا تدعم، ولان هناك سمعه للأسف يعني تم توارثها تتعلق بضعف المنتج اللبناني أو بدعاية سيئة ربما طالته وشوهت من سمعته. هي القصة أكبر بكثير. طالما فتحت هذا الموضوع كنت بدي ضلني بعيد عنه. هو الموضوع أنه نحن في عنا إنتاج كثير كبير بلبنان، ولكن القسم الذي يتطابق مع مواصفات التصدير إلى الخارج، والمواصفات هي مش واحدة. نعم. كل دولة لها لكل دولة مواصفات. هناك مواصفاتها. أنه هون تصبح الكميات أقل بكثير. بمعنى هل هذه المشكلة التي حصلت مع روسيا بالمفاوضات الأخيرة؟ هذه جزء صغير من المشكلة، حتى أقول لك شيء أكبر بكثير من هذا الموضوع. روسيا منا من الأسواق التقليدية للمنتجات الزراعية، ولكنها أعرضت عن رغبتها بشراء التفاح ومنتجات. خلينا نحكي بالأولوية الكبرى. نعم. اللي هو أنه الدول العربية وتحديدا دول الخليج هي الأسواق التقليدية للمنتجات الزراعية اللبنانية منذ تأسيس لبنان، منذ استقلال لبنان. اللي حصل انه هدول الدول هلا عم تستورد منا ببعد سياسي وبعد انساني، لانه اذا بدهم يطبقوا مواصفاتهم على الانتاج اللبناني ولا شيء من انتاجنا بيقدر يفوت لعندهم. ولعل الامارات العربيه المتحده من سنه ومن سنتين لما رفضت بعض الشحنات الانتاج الزراعي اللبناني هو اكبر دليل. كانت معايير ظالمه بحق المنتج اللبناني كلا. ام انها كلا. إذن يجب على لبنان أن يحسن إنتاجه ويطور مش بس على لبنان، مش بس على لبنان كدولة، لأنه دولة تقدر تعمل بعض الشغلات بس ما بتقدر تعمل كل شيء. لحتى أخبرك هيك قصة كتير صغيرة، مزارع فرنسي أمامي عندما كنت في غرنوبل بده يعمل بستان تفاح، ففات عم يشتغل، قلت له سؤالته شو عم تعمل؟ قال لي أنا عم شوف أسواق التفاح بالعالم لحتى أشوف الأصناف أمتى تنتج وأمتى تصدر، لحتى حدد صنف التفاح اللي أنا بدي أزرعه لحتى يفوت بسوق معين على أعلى سعر ممكن. طيب، الزراعة والتجارة والتجارة الدولية هي عبارة عن حرب. أي عسكر عنا؟ المزارع اللبناني ما زال يتعاطى مع الزراعة وزراعته على أساس فلاحة وليس زراعة. نحن بلبنان ما عنا زراعة، عنا فلاحة، والسبب هو الجيل القديم الذي تولى هذه المهمة ناجحا، أنا قلت إلا ناجحا وبالكثير من النجاح، بقى عم يشتغل ببلد منه مدعوم بشيء، لا بالطاقة ولا بالبذور ولا بالأسمدة ولا بأي من المدخلات، ولا عندنا الشغل الوحيد اللي منيحة هو إن عندنا العمالة السورية عم تشيلنا المحصول، وإلا كنا نحن ما بنقدر نشيل المحصول اللبناني لحتى ناكله، كان بيضل هذا بالأرض. الأثر الإيجابي الذي تحدثت عنه قبل الفاصل. لا، أكثر بكثير، أكثر بكثير. نعم. لو ما عندنا نحن مليونين سوري عم يأكلوا بلبنان من منتجاتنا الزراعية، كنت اليوم بتشوفي إنه معظم المنتجات الزراعية عم تنكب. تقصد المزارع السوري يعني شارك بتحفيز الإنتاج أو شارك بتسريع عملية الإنتاج والاستهلاك أيضا. أنا عم بحكي عن النازح. نعم. السوري الذي أتى للبنان. نعم. يأكل من المنتجات اللبنانية مما يخفف من كساد الأسواق من المنتجات اللبنانية. لكن البعض يقول إنه يزاحم اللبناني على أعماله ولا سيما في قطاع الزراعة. لأنه اللبناني لن يعمل في القطاع الزراعي. أنت اليوم ما فيك وعملنا هذه التجربة من حوالي سنتين ثلاثة لما دعينا تلاميذ الجامعات أنه يطلعوا يلموا بطاطا بسهل البقاع، ما حدا إجا. أوكي؟
لولا العامل السوري في لبنان نحن مش قادرين نشيل المحصول تبعنا لحتى ناكله، كان بيبقى بالأرض وبيروح عفن. السبب أنه ملكياتنا الزراعية بلبنان هي صغيرة إلى درجة أنه المكننة الكبيرة اللي بتشتغل بالدول الكبيرة غير مجدية اقتصاديا بلبنان. بدنا نضلنا نلم بالإيد. ليش؟ لأنه كتير بكير لبنان لما عمل خطة الأراضي، إيماجن تخيلي أنه موضوع ضم وفرز الأراضي الزراعية في لبنان ما زال عالقا منذ سنة 1934. إجوا الفرنسيين. عالقا بأي معنى؟ كانت الحصص الزراعية بلبنان هي عبارة عن حصص صغيرة في مواقع كثيرة. إجا الاستعمار الفرنسي، الانتداب الفرنسي، قال هذا لا يناسب الانتاج التجاري للزراعة في لبنان، فبدنا نعمل ضم وفرز. يعني أنت هالمزارع عندك 20 قطعة أرض موزعين بضيعتك وين مكان، بنجي بنجمع لك هون بمنطقة واحدة لحتى يصير الاستثمار تبعه لك مجدي. نعمل الماستر بلان، الخطة المبدئية لضم وفرز الأراضي سنة 1934 لسنة 2017 بعد ما حدا عم يحكي بالموضوع، رغم أنه على أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري بوقتها، ما بتذكر أي سنة، أظن بال2001 أو 2002، انوضع ميزانية كبيرة لضم الأراضي، لضم وفرز الأراضي بلبنان على أساس زراعي. نعم. والمشروع لم يرى النور. طيب حدد لنا إذا سمحت بخي، لدينا دقيقة أو أقل، يعني حدد لنا هيك بنقاط سريعة إذا أمكن، ما الواجب فعله الآن للنهوض قدر المستطاع بالقطاع الزراعي؟ يعني هناك مسألة الضم والفرز، هذه عالقة ويجب معالجتها. ما النقاط الأخرى أيضا؟ النقاط الأخرى هو أنه لبنان يجب أن يحدد خياراته بالنسبة للقطاع الزراعي كيف يراه. هل هو قطاع اقتصادي هام بالنسبة للبنانيين وكيفية دعمه؟ لأنه من المعلوم على مستوى العالم كله سواء أنه القطاع الزراعي بدون الدعم المادي لن يؤدي إلى أي ربحية. مشان هيك الاتحاد الأوروبي بيدعم القطاع الزراعي تبعوله بحوالي 600 مليار دولار بالسنة، كذلك الأمريكان واليابانيين وكل العالم، إلا نحن بلبنان شو فينا نتقل أتعاب مادية كتير كبيرة على المزارع اللبناني وتكاليف مادية كتير كبيرة على اللبناني، مش عم نتردد أبدا. نزل يشوف. إذن هناك استراتيجية كاملة يجب تغييرها وذهنية في التعاطي مع القطاع الزراعي. إعادة النظر في كل في 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 حتى في في المقاربة للقطاع الزراعي في لبنان. نعم. شكرا لك أستاذ صلاح صغيب على كل المعلومات القيمة التي قدمتها. أنت مهندس زراعي وخبير في التنمية الريفية. شكرا مرة أخرى، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.